معانا استاذه انجي على التليفون. الو الو، ايوه اتفضلي. اكلم دكتور صوفيا. اتفضلي. اهلا دكتور، انا حلمت بعد الفجر النهارده ان في طين كتير في الارض، انا في مكان معرفوش، وانا ببص على ابني الصغير عنده 3 سنين، لقيت ان هو هيقع، هو بالفعل واقع. وبعدين انا بقول للبابا انزل الحقه، انزل جيبه. فهو انا ما شفتش ابني، وبعدين نزل بابا عشان يجيبه. فلقيت ابني ان هو طلع ومشي بره التين ده، وطلع ما فيهوش اي حاجه. طيب بس بابا هو كان لسه ماشي بقى، يعني ماشي في التين لغايه تحت ركبته كده، وكان اللي هو زعلان جدا وحزين ان يعني ابني وقع. بس ابني طلع، انا مشفتش جوزي طلع او لا. وبعدين لقيت مامتي في الحلم جايبة ابني برضو ده الصغير، فانا حسيت ان هو شعره من الجناب خفيف شوية، زي يعني اكن حد قصهوله. فانا بقول لها مين اللي قصله شعره. ففي الحلم انا توقعي ان جدة ابني الكبير، هو انا عندي ولدين مش من نفس يعني من مش من نفس الزوج. ايوه فجدة ابني الكبير هي اللي قصته له. فانا عماله اقول لها انا بلطم على وشي، وعماله اقول لها هي بتاعت اعمال وبتاعت اسحار، انت وديتي ابن الصغير عندها ليه؟ طيب بصي هقول لك على حاجه. مبدئيا حتة الطين والوحل اللي هي شافته ده، الطفل صغير ما يجريش عليه مجرى الأذية، خدت بالك؟ تحول إلى الأب. فكون إن وقع في الطين أو في الوحل، للأسف الشديد في مجموعة من الناس يعني ما يستحقوش صحبته، هيدخلوه في أمر كده في مشاكل. لأن الوحل والطين حاجات دي أمور فيها مشاكل، وهيحاول يتخلص منها ومش قادر ومش عارف ايه. بص، توخى الحذر ممن حولك، ده اللي انا هقدر اقوله. الامر عائد على الزوج على طول. ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم. هي شايفه ان الولد هنا في الحاله دي عدو. اللي دخل وقع ده، العدو ده هو اللي بيعادي الوالد. فاهمه ازاي؟ الولد عدو في الحلم. الولد عدو. تمام؟ البنت حلوه، البنت دنيا. الولد عدو، فلما يقع وكده هي برضو بتعمل الخير في غير اهله، لانها ملهوفه على العدو ده اللي هو اذيها ان هو وقع وبتدور عليه. فهنا ده تمثيل للاذى وليس لطفلها، طفلها ده بعيده خالص. ده بس ما هو الا يمثل الاذى اللي في الواقع، الاذى اللي في الواقع، خدت بالك؟ ويمثل صحبه الوالد مع ناس مش كويسين. هم اللي هيدخلوه، هو نازل ورا مين؟ ورا ابنه. فهم هيدخلوه في امر زي كده، فخليه ياخد حذره. طيب احنا عايزين معانا تليفونات تاني؟ لا مش معانا، ممكن نرجع بقى.